السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا دايما بخير. بسيط، بتقدم لكم في الفيديو ده طريقة ضبط المصنع للهاتف نوكيا 2.2 موديل الهاتف 1188. طريقة ضبط المصنع للهاتف ده مختلفة كتير عن أي هاتف تاني. زي ما احنا شايفين في الفيديو، التليفون مقفول على كلمة سر، بنعمل إيقاف تشغيل للهاتف. بعد إيقاف التشغيل بنوصل كابل الشحن، بندوس على زرار خفض الصوت مع الاستمرار واحنا بنحط كابل الشحن. هيظهر لنا السطر اللي في آخر الجهاز. هنوصل التليفون بالكمبيوتر، وبعدين هننزل البرنامج اللي هنستخدمه في إعادة الضبط. رابط تحميل البرنامج هتلاقوه أسفل الفيديو. بعد تحميل البرنامج وفك الضغط عنه، هندخل مجلد البرنامج وهنضغط على ملف TFM Loader وهنستنى لحظات. بعد شوية هتفتح لنا واجهة البرنامج، هنختار آخر اختيار على اليمين ADB and Fast Boot، وبعدين نختار تبويب Fast Boot، وبعدين نضغط على Reboot to Recovery Mode. التليفون هيفصل ويقيد معانا زي ما احنا شايفين شوية، وهيقف على شعار الأندرويد. هنشيل كابل الشحن، وبعدين هنضغط على زرار الباور وزرار رفع الصوت الاتنين مع بعض. بزرار خفض الصوت هننزل على اختيار ويب داتا فاكتور ريسيت. بنضغط اوكي بزرار الباور، وبعدين بننزل على يس، وبعدين بنضغط اوكي بزرار الباور، وبعدين بنختار اول اختيار عن طريق زرار الباور ريبوت سيستم ناو، وعلشان الجهاز يعمل اعادة تشغيل. بعد اعادة تشغيل الجهاز بنضغط على دعونا ننطلق، تخطي تخطي متابعة. قبول، تنفيذ ذلك لاحقا، تخطي تخطي، ليس الآن أو فلنبدأ. تم إعادة ضبط المصنع بنجاح. يا رب الفيديو يكون عجبكم. أي استفسار أي مشكلة، طرق التواصل أسفل الفيديو.